غريبة شوية. عليه غريب على خاطر اللي يحرق روحه يجري في الاتجاهات الكل. السيد هذا كأنه سلم روحه للنار وما قاومش. انت علي ما علمتنيش من الاول زوز محروقين في نفس الحومه في ضرب جمعه وانت تقولي ما عندهم حتى علاقه ببعضهم. والراجل اللي معاه تقولش عليه يعديلها في النار بيد شو تسمى مشعوذة؟ نمشي للجيلين يقولوا فما مشعوذ ولا سحار يعدي في النار بيديه للناس. حان الوقت لإصلاح ما مضى ومصالحة المواطنين مع وطنهم. أما الأمور يلزم تتغير. شو قديش الواحد حرق رواحه؟ لوج على واحد مختل عقليا يحرق في العباد ما هوش حرق فيهم بيديه يحرق فيهم مش حرق رواحه. بطل لو كان لوطة هات هات هات